مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة تصل حق الطالع والشمسي وأيضا القمري، راح أسويها هالمرة بأسلوب المرايا. يعني أنت على هذا الجانب يا برج العذراء، الحبيب أو الشريك على الجانب الآخر، ولكن إذا حسيت أن الجانب الآخر ينطبق عليك أكثر فعكس القراءة بما يناسب وضعك مع الحبيب. خلنا نشوف أول جانبك أنت يا برج العذراء، ما هي طاقتك العامة؟ أول كرت هو كرت الطاقة العامة، ومن ثم الطاقات الفرعية للعلاقة العامة. نشوف جانب الشريك. أوكي، الطاقة العامة للشريك والطاقات الفرعية. برج العذراء، طاقتك العامة مع الشريك هي 4 الأكواب. كأنما هني أشوفك مو مصدق، أو طبعا معروف برج العذراء من الأبراج اللي تحب الواقعية والمنطق والتحليل. أنت هني في انتظارك أو تحليلك للشريك تعتمد على الفاكتس أو الحقائق. تقول مش معقولة إنه راح يرجع، مش معقولة إنه راح يوفي بوعده، أو مش معقولة إن هاي المرة نيته طيبة. طاقة الأكواب هي طاقة النية، تتوقع إن هذا الشخص كأنه ما شايف، تتوقع منه الأسوأ. خلينا نشوف إيه هو طاقته. هو يقول لك أنا ملتزم، يمكن إنك تتعامل مع أبراج مائية، حوت، سرطان، عقرب، أو حتى أبراج ترابية لأن عندنا كرت الثور. أنت هني عاطفيا تخاف من المخاطرة يا برج العذراء، احتمال انك مريت بالكثير او خذلت كثيرا سابقا، سواء من هذا الشريك او من اشخاص ثانيين، فخلاك هذا الشيء مو متشجع تجاه الحب بشكل عام او حتى الارتباط، لان عندنا كرت المأذون وهو الشخص اللي يعقد او يكتب عقد الزواج بينكم، الشيخ المأذون. ولكن الشريك يقول لك انا ملتزم، بما أن عنده هذا الكرت يقول لك أنا ملتزم وأنا موجود، مو فقط أنا اللي ملتزم ورح أكون إن شاء الله قد المسؤولية، حتى من هم حولي، من هم حوله، أهله وأقربائه. يمكن أنت يا برج العذراء متعود أن دائما يحاربونك الأهل والأقرباء، ولكن في الفترة القادمة رح يكونون حول شريكك، يستمعون إلى كلامه وينفذون تعليماته. يعني إذا قال لهم مثلا أريد أن أذهب إلى منزل فلان، أو أتوني بأخبار فلان، أريد أن أتزوج فلان، رح يكونون ترى عون، وحتى لو كانوا في السابق فرعون أو بالعكس يقفون في طريقكم، لا أشوف أنه في الفترة القادمة رح يعاونونكم على الارتباط. ولكن هل أنت يا برج العذراء تقدر ترفع راسك؟ لأن هذا الشخص ما قاعد ينظر إلى الأكواب، الأكواب هم عروض الحب اللي أمامه، الوعود، الآمال. هل أنت مستعد أن تواجه هاي الأكواب؟ تؤمن أن فعلا هذا الشخص، أنت محتاج إلى الإيمان، بالضبط محتاج إلى الإيمان بهذا الشخص، الإيمان بنواياه الطيبة. حتى لو أنت خذلت كثيرا أو ليس هذا الشخص هو اختيارك الأول، الحبيب السابق أو الشريك السابق خذلك وصرت ما تؤمن بالحب بشكل تام، لا، لازم حان الوقت أن أنت تختار على الأقل أحد هذه الأكواب وهم عروض الحب والزواج، وأن تنظر لهم ولكن تنظر نظرة فيها إيمان، نظرة فيها أمل. ما في فايدة، هني قاعدة أسمع أنه ما في فايدة تتوجه نحو كل علاقة أو كل ارتباط وأنت مؤمن داخلا في قلبك أن أكيد الأمر رح يتفركش، أو أكيد رح يأذوني، أكيد رح يخذلني، أكيد راح الشريك يتخلى عني. ما تقدر، خلاص حان الوقت للتوقف هني. أوكي، الأساس عندك طيب، حان الوقت أن أنت تبني أساسك على آمال وعلى نية طيبة، أمل، محتاج الأمل والإيمان بالشخص اللي أمامك أو شريكك. عندك فارس النار، فقدت المتعة، صار لك فترة طويلة حتى ما تعرف تتواصل مع، تشوف، قلت لك من البداية برج العذراء أنت من الأبراج الواقعية، لما وايد تنغمس في الحقائق، أوكي، الحقائق أوقات تقول لنا مثلا إحنا ما نقدر نروح القمر أو ما نقدر ننجز الشيء الفلاني، ولكن دائما البشر يثبتون أن إحنا وايد غلطانين، يسوون المستحيل. ترى البشر عندما تكون عندهم العزيمة،
العزيمة موجودة عند شريكك، ولكن أنت توقف عن الابتعاد، توقف عن دائما تعتقد أن العشب أكثر اضرارا في الجهة الثانية. شوف هني قاعدة أشوف طاقة نوعها التدمير الذاتي. التدمير الذاتي وصلت إلى مرحلة تقول خلاص ما راح أتكبد خسائر أكثر من كذي في الحب وفي الزواج، إنزين، وكل شوي تغير استراتيجيتك مع هذا الشخص. هذا الشخص نعم ملتزم، ولكن أنت كل شوي مثلا إذا كنت حار تصير بارد، إذا كنت موجود تروح على طول تنسحب بدون مقدمات، تنسحب عن شريكك، تبتعد عنه، يستيقظ من النوم يشوفك زعلان، يشوفك ابتعد، يشوف ان انت خلاص وين فلان، فلان ابتعد. توقف عن الابتعاد، لان هذه الطاقة، طاقة الالتزام، محتاج شخص يكون موجود معاه عشان يقوم هذا الاساس. الاربعة هو رقم الاساس، علاقة الارتباط الصحيحة الجادة او حتى الزواج نفسه. محتاج منك طاقة الإيمان، تؤمن أن عندك شيء زين على الأقل عشان تبقى من أجله. كأنما برج العذراء توقف عن الإيمان بالحب أو بطيبة البشر لأنه وايد انخذل. ملك الأرض أيضا طاقة الأبراج الترابية، ثور، جدي أو عذراء حتى. شريكك يقول لك أو الرسالة اللي يحب يوصلها لك في الفترة القادمة إنه هو سيبقى في انتظارك، حتى وإن كنت هني أنت قاعد مثلا ما أدري تسوي أشياء غريبة. أشوفك طاقة رحيل مع رجوع، طاقة بارد وحار في نفس الوقت، رجل في العلاقة ورجل خارج العلاقة، طاقة عدم استقرار. إنزين، شريكك يقول لك أنا راح أظل بانتظارك، راح أظل وإن كنت أنت ما تؤمن بهاي العلاقة، أنا راح أظل عندي أمل كافي من أجلنا إحنا الأثنين، راح أشيل أملي وأملك في نفس الوقت، لأنه مصمم على أن يعتني فيك، وعنده القدرة. ترى بما أنه هو ملك الأرض، عنده القدرة أنه يعتني فيك، مو فقط ماديا حتى نفسيا، يعالج الجروح اللي صارت عندك في السابق، أو الخذلان اللي أنت بسبب الحين قاعد ترحل وتبقى وترجع. ينظر إليك بعين العطف وعين التفهم. الملوك دائما متفهمين، طاقتهم هادئة. نشوف اللي بعده. سبعة الأكواب، بالضبط طاقة التشتيت، طاقة الخيارات الكثيرة. هني انت قاعد تفكر شنو اللي مسبب لك التشتيت يا برج العذراء؟ تفكر ان انت اللي لازم يصدر منك مبادرة، او انت اللي لازم تسوي شيء عشان تمشي هاي العلاقة، غير مدرك ان هذا الشخص اصلا عنده خطة خاصة فيه. هو اللي قايل من البداية انا راح اسوي الشيء وانا اللي راح اشيل الحمل. انت هني خايف من عبء العلاقة، متى لازم اسوي، متى لازم اطبق كذي، متى لازم اطبق الخطة، هل انا لازم اتصل، هل انا لازم ابادر، هل انا لازم اسأله. تفكر نفسك هل يجب ان ابتدئ بطرح الاسئلة على الشريك عشان اعرف اللي لي واللي علي؟ لا، كل اللي محتاج تسويه طاقة الإيمان التام، الإيمان التام، وتسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وبعدين تعطي الكنترول بيد هذا الشخص، لأن هذا الشخص هو كأنما مخطط إنه يهتم بالموضوع بطاقته الخاصة. طاقة الأرض طاقة بطيئة، ولكن في نفس الوقت يعتمد عليها، تبني أساسات صحيحة قوية وقوية ويعتمد عليها، فلا تشك، لا تشكك. كأنما هني طاقة الفرسان، طاقة الاستعجال، تبي نتائج سريعة. إذا تحبني معناته راح تتصل فيني، إذا تحبني معناته راح تبادر اليوم أو بكرة أو هالأسبوع. لا، طاقة الشريك تقول لك أنا راح أعتني فيك بطريقتي الخاصة. بالضبط، ملكة الأرض، ملكة الأرض، عندنا ملك الأرض، عندنا ملكة الأرض. هني طاقة المادة والصرف والتفهم، وهني طاقة الاعتناء فيك، طاقة الأم الأرض، الأب الأرض، سوري، طاقة الأب وأيضا الأم الأرض هني عندنا مع بعض. بما معنى يا برج العذراء، في الفترة القادمة أنت لا تحس بطاقة التشتيت أبدا، ولا تفكر أن أنت يقع عليك ثقل أن لازم تسوي شيء ولازم تتحرك ولازم أنت اللي تحقق
مصير هاي العلاقة أبدا. شريكك يقول أنا اللي راح أشيل هذا العبء، وأنا اللي راح أرتبه، وراح يرتبه على راحته، فخله على راحته. في وعد هني بترتيب الأمور. وآخر كرت عندك 10 الخماسيات، قاعد تفكر في التفاصيل. شلون يعني؟ إنزين، إذا أنا ما أخذت الأمور بيدي وأنا اللي ما ابتديت أبادر، متى هذا الشخص راح يبادر؟ قاعد تفكر في التفاصيل، متى راح يبادر؟ إذا هو بادر شلون لازم أتصرف؟ إذا أنا تصرفت هل راح يشوف وتكون نظرته زينة لي؟ هل راح أكبر في عينه أصغر في عينه؟ لا تدخل في التفاصيل. هني كأنما يقول لك الشيطان في التفاصيل، the devil in the details. ابتعد عن التركيز هاي في أدق التفاصيل، وثق وأؤمن هني بهذا الشخص وبهاي العلاقة. ولا تقعد وايد تفكر دائما. رقم 7 يعني لي ان انت قاعد تحسب الوقت، تفكر ان الموضوع مضى عليها الكثر الشهور، متى راح يصير الارتباط والزواج؟ الموضوع صار لفترة معلق، فترة ما في اي طاقة ارضية، اي طاقة يعتمد عليها او مبادرة جادة، متى راح يصير الزواج؟ لا تفكر وايد، لا تفكر وايد. تعلم ان تكون في مكانك مرتاح بدون حتى ما ترحل او تهدد بالرحيل، وفي نفس الوقت ما تنتظر نتائج معينة، لان احتمال الشخص اللي هني يقول او شريكك اللي يقول راح اعتني فيك راح يعتني فيك ويمشي الموضوع على طريقته الخاصة. فدائما التوقعات هني تسبب لنا شنو؟ تسبب لنا خذلان. فلما تبتعد عن التوقعات راح تشوف المبادرات تأتيك وانت مرتاح. عزيزي برج العذراء، 10 الأكواب بالضبط مقابل 10 الخماسيات عندك، 10 الأكواب، راح ترى اللي يسعدك ويرضيك من الشريك. ولكن طاقة الأكواب هي طاقة الإبداع بطريقة الخاصة، مثل ما قلت لك انت هني في طاقة الأرض تبي انت، احتمال لأنك انت أيضا تتعامل مع شخص هو عنده خطته الخاصة بغض النظر عن برجه. هني طاقة الأرض جدا واضحة، ثور عذراء جدي، عندنا أيضا طاقة الماء عقرب حوت سرطان، ولكن أبدا مو شرط، راح تشوف اللي يرضيك. سوري، مو 9 الأكواب، مو 10 الأكواب، 9 الأكواب. 9 الأكواب هي طاقة إن اللي في راسك اللي تتمناه، الأمنية الوحدة، الأمنية، أمنيتك في الحب في الزواج راح تتحقق مع هذا الشخص. ولكن شنو مثلا؟ بتوقيت الخاص هذا الشخص راح ياخذ الامور بيده، زين، ويسوي الامور على راحته هو. تعلم ان تكون في محيطه وتكون مؤمن فيه بدون ما تتوقع ان الشيء المعين، الشيء اللي براسك هني انت، يحقق لك خلال فتره زمنيه محدده. ابتعد عن التوقيت وابتعد عن مثل ما قلت لك التركيز على التفاصيل. راح اشوف شلون يتطور بينكم الوضع خلال شهر يونيو. هذا كارت، وهذا كارت الشريك. الكوب الصغير، اوكي، راح تبتدي ترى الامل فيه، راح يبتدي الايمان عندك يزيد في هذا الشخص وفي هاي العلاقة. وان كنت قبل تشوف هني مرحلة عدم الايمان، مرحلة عدم التصديق، مو مصدق، كأنما قاعدة أقول لك. دائما يقولون برج العذراء من أول الأبراج اللي يفكر أن الشيء اللي أمامه يكون خيال أو خرافة، ما يصدق بسرعة، مو سهل أنه يصدق، أوكي، ولكن إذا صدق يؤمن. فهي راح يبتدي الإيمان عندك يزيد بهاي العلاقة، أوكي. ملك الأكواب، ملك الماء، يجب عليك أن تؤمن فيه، وإيمانك راح يكون في محلة. إيمانك راح تشوف تضع القليل من الإيمان في هاي الشخص. هذا الشخص ما يطلب منك الكثير من المبادرات، ترى على عكس ما أنت تعتقد. أنت هنا تفكر لازم أنت تأخذ الموضوع في يدك عشان يمشي بالطريقة اللي تعجبك، ولكن العكس صحيح. أنت عليك فقط أن تبدي القبول على الأقل أو الإيمان فيه، وهو راح يبهرك بالنتائج. ملك الأكواب، السعادة، الحب، الرضا، المبادرات حتى الكبيرة، أكبر ما أنت توقعه. انت هني تركز على كوب صغير او فنجان من الماء، هو راح يكون ملك الاكواب بالنسبة لك.
يتخطى كل توقعاتك، كل التفاصيل اللي انت هني مركز عليها. ليش اقول لك لا تركز عليها؟ لانه راح يكون افضل، مو لاني قاعده اقول لك مثلا ما راح يحققها، لا، ولكن تعرف في قانون الجذب احنا دائما نجذب الشيء اللي نؤمن فيه. فحاول ان تنفصل عن هذه المرحله، تبتدي تؤمن فيه، ويكون نوعيه ايمانك الايمان المرتاح اللي ما فيه صراع داخلي، لأن شريكك راح يكون على قد المهمة في الفترة القادمة. عزيزي برج العذراء، هذه كانت قراءتك العاطفية.